السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب، واللي تابعون من خلالها العديد من الفقرات والتقارير المنوعة. خلوني أذكركم في البداية أن بإمكانكم متابعة حساب القناة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تويتر، يوتيوب لمعرفة آخر الأخبار والبرامج اللي تعرضها قناة البحرين الرياضية أول بأول. وأيضا حاب أدعو كل شخص يمتلك موهبة رياضية أو يرغب بتغطية خاصة لفعالية تسهم في نشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة المجتمع أن يرسل رسالة تتضمن كل التفاصيل اللازمة مثل اسم الفعالية والتوقيت والمكان للإيميل الخاص بالقناة الرياضية والواضح أمامكم حاليا على الشاشة، وراح يتم التواصل معاه من قبل فريق الإعداد إن شاء الله في أقرب فرصة. أما الحين خلوني أخذكم في جولة مع أخبارنا المحلية. حظيت منتخباتنا العسكرية اللي حققت إنجازات مميزة على المستوى الرياضي، حظيت بتكريم كبير أقيم بمقر الاتحاد الرياضي العسكري. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عادل حسن. بعد تحقيق إنجازات جديدة تضاف للرياضة البحرينية، توجه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وبحضور سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، توجوا منتخبات البحرين العسكرية بعد تحقيقه ميداليات ملونة عديدة في بطولة العالم العسكرية الرياضية. نفس ما تفضلت، اليوم التكريم صراحة شيء ممتاز وتنظيم رائع، والحمد لله هاي الفوز نهدي إلى سيدي صاحب الجلالة وإلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد وإلى المشير القائد العام وإلى سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد وإلى شعب البحرين جميعا، والحمد لله إن شاء الله تواصل في حصد الذهب، وإن شاء الله نفس ما فضل سمو الشيخ ناصر إن شاء الله يكون عام الذهب. تكريم مميز وبطريقة حديثة، ومع حضور العرضة البحرينية الأصيلة أصبح للتكريم وقعا خاصا في نفوس اللاعبين. استقبال صراحة والعرب واحد جدا عسكريين، فكل الشكر حق الاتحاد العسكري البحرين اللي ما قصر على هالاستقبال والتنظيم الطيب. صراحة الشعور ما ينوصف، ما تقدر تقول شيء والله بصراحة. احنا كلاعبين يسعدنا هذه الأمور، يعني لأن البحرين كلها تفرح في إنجاز، البحرين الشعب كله يتكاتف، هذه اللي احنا يفرحنا كلاعبين، يزيد فرحاتنا لما تشوف اللي وياك فرحانين. بوجود هؤلاء الأبطال وباهتمام ودعم القادة كتب اسم البحرين من ذهب على صفحات الرياضة العالمية، وسيظل يكتب عاما بعد عام.
بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجمعه الأول لشهر نوفمبر استعداداً لمواجهة منتخب هونغ كونغ والمنتخب العراقي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023. وقد شهدت التدريبات التي قادها المدرب البرتغالي هيليو سوزا مشاركة 17 لاعباً، حيث تغيب عن التمرين لاعب نادي المحرق الذي يستعد لمواجهة نادي البحرين في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، بالإضافة للاعبين المحترفين خارجياً سيد ضياء سعيد لاعب نادي النصر الكويتي وعبد الله يوسف لاعب نادي سلافيا براغ التشيكي. هذا وقد شهدت الحصة التدريبية الأولى لمنتخبنا الوطني تكريماً من قبل شركة سيباركو متمثلة بالسيد محمد خالد عبد الرحيم وبتواجد سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. ويأتي هذا التكريم بعد المستويات المميزة التي ظهر بها الأحمر في الفترة الماضية والتي أسفرت عن تصدر منتخبنا الوطني لمجموعته في التصفيات برصيد 7 نقاط. وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بخطاب رسمي وجه للاتحاد العراقي لكرة القدم عن نقل مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العراقي المزمع إقامتها باستاد جذع النخلة في البصرة إلى أرض محايدة سيتم الإعلان عنها رسميا يوم الخميس، حيث توجه الاتحاد العراقي إلى العاصمة الأردنية عمان لتكون مسرحا للقاء الذي سيقام في 19 من شهر نوفمبر الجاري. استهل منتخب الشباب لكرة القدم مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان العام المقبل بالفوز على منتخب بنغلاديش ب3 أهداف دون رد. عبد الرحمن السيد افتتح التسجيل لمنتخبنا الشاب في 44 قبل أن يضيف الهدف الثاني في 90 والتي شهدت كذلك تسجيل اللاعب عبد الرحمن النمر للهدف الثالث، ليتصدر منتخبنا بهذا الفوز المجموعة بالتساوي مع المنتخب الأردني الذي تغلب بدوره على منتخب بوتان بذات النتيجة. بطولة بريف الدولية شهدت تجهيزات كبيرة في صالة مدينة خليفة الرياضية من خلال تنظيم حلبات القتال وتوزيع الإضاءات، فالعمل جاري منذ أكثر من أسبوع لظهور الصالة بصورة تليق بالبطولة. للمزيد في تقرير الزميل خالد عبد الغفار. مملكة البحرين تستعد لاستضافة أسبوع بريف الدولي للقتال للعام الثالث على التوالي، وتحظى البطولة باهتمام كبير لدى الشارع الرياضي البحريني، كما أنها تستقطب العديد من الجماهير من مختلف دول العالم، وتكون الأنظار شاخصة نحو المملكة التي تستضيف أقوى المقاتلين على مستوى العالم. تشهد صالة مدينة خليفة الرياضية تنظيم النسخة 5 من بطولة العالم للهواء والنسخة 18 من بطولة القتال الشجاع بريف، إذ تشرف اللجنة المنظمة على الانتهاء من عملية تركيب الحلبات وسط عمل مضاعف من الجميع لأجل الانتهاء من التحضيرات، كما تسعى اللجنة أيضا للانتهاء من وضع كل الإعلانات الخاصة بالبطولة في الصالة من أجل أن تظهر الصالة الرياضية في أبهى صورها. كما تم تجهيز صالة مدينة خليفة الرياضية من جميع النواحي كي تكون في أفضل صورة لاستقبال الحدث العالمي الكبير، إذ تم البدء في توزيع نظام متكامل للإضاءة في الصالة يضمن مشاهدة الأحداث بأفضل صورة بالنسبة للجماهير المتواجدة في الصالة، بالإضافة إلى المساهمة في نقاء الصورة أثناء النقل التلفزيوني للمنافسات، وخصوصاً أن مثل هذه البطولات تتطلب نظاماً خاصاً بالنسبة للإضاءة وفق بعض القوانين الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة.
ما نعرف ان العد التنازلي لبطوله بريف وصل لمراحله الاخيره، وفريق العمل بالتاكيد لازم يعملون مثل خليه النحل في هذه الايام، وجهودهم بالتاكيد ما راح توقف لان الانظار كلها بتلتفت حق مملكتنا الغاليه، وذي بتكون الاستضافه الثالثه في مملكتنا، وكلنا ثقه بالتاكيد في اللجنه المنظمه اللي راح تسعى لظهور الحدث بالصوره المميزه. الحديث بالتاكيد عن هذه التجهيزات يسعدنا ان يكون معنا ضيفنا في الاستديو السيد محمد قنبر رئيس اللجنه التنفيذيه لاسبوع بريف الدولي للقتال، حياك الله خير. الله يحييك اخوي. طبعا في البدايه بالتاكيد الحدث الكبير راح ينطلق الاسبوع المقبل، باقي ايام قليله، اكيد حطيتوا خطه متكامله لهذا الحدث، تحدثنا بالتاكيد عن هذه الخطه لاستضافه الحدث للمره الثالثه على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه احب اشكرك على هاي الاستضافه. طبعا اللجنه التنفيذيه لاسبوع بريف الدولي للقتال بدات تحضيراتها للبطوله قبل تقريبا 3 شهور، يعني سعينا كثر ما نقدر ان احنا نوفر العناصر اللي متمكنة من العمل في هذه اللجان. طبعاً هذه كلها جت بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال، وتوجيهات سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية. احنا اليوم الحمد لله وصلنا في التجهيز لهذه البطولة اللي مراحل متقدمة جداً. يمكن الصور اللي شافوها الجمهور الحين قديمة شوية، احنا اليوم يعني وصلنا إلى 95% تقريباً نسبة التجهيزات في الصالة، الصالة تقريباً شبه جاهزة. الاتحاد الدولي بدأوا بالتوافد للبحرين إن شاء الله، ونترقب وصول الفرق إن شاء الله خلال يومين الجايين. جميل محمد، طبعاً أنتم دائماً مميزين في الترويج لفعاليات بريف، في كل سنة تستضيفون حدث فيها، هالمرة شلون كانت فعاليات الترويج بالنسبة لهذه البطولة اللي راح تقام السنة الثالثة؟ في هذه البطولة ركزنا بشكل كبير على الإعلانات الخارجية والإعلانات الإلكترونية للبطولة. يمكن اليوم أخوي أنت إذا تمشي في الشارع، يمكن في كل شارع، في كل طريق راح تشوف بالبورد، أو راح تشوف لامبوس، أو راح تشوف علم، أو راح تشوف إعلان للبطولة. وكذلك عندنا للمرة الأولى عملنا براندينج لبرج المؤيد، أكبر عمارة في البحرين. يعني هذه الإعلانات اللي نزلناها طبعا بالإضافة إلى فرق السوشيال ميديا، عندنا أكثر من فريق قاعدين يعملون في السوشيال ميديا، حاولنا كثر ما نقدر نوصل الهدف من إقامة هذه البطولة في البحرين. حاولنا نوصل ليش الاتحاد الدولي يثق في استضافة البحرين لهذا الحدث. يمكن أخي محمد هالعمل الكبير اللي قاعدين نشاهده حاليا على الشاشة أكيد يتطلب لجان عمل كبيرة بالنسبة للجنة المنظمة، خبرنا أكثر عن لجان العمل المتوزعة في هذه البطولة وما هي طريقة عملها وآلية توزيع العمل بينها. طبعا اللجنة التنفيذية تتكون من 11 لجنة تنبثق من اللجنة التنفيذية، منها لجنة السكرتارية، السكن والمواصلات، لجنة المراسم، لجنة الفنية، لجنة الخدمات، لجان كثيرة، اللجنة المالية، كل هذه اللجان قاعدة تعمل مع بعض، كل لجنة في ما يخص عملها. يعني تقدر تقول أن عمل اللجان صاير كأنه خلية واحدة، كل لجنة قاعدة تكمل الثانية فيما يخص البطولة. يعني عمل اللجان يبتدي خلنا نقول من أول ما ينزل الضيف من الطيارة يستقبلونه، لحد ما يخلصون لإجراءاته، ينزل يحصل سيارته تنتظره، يوصل للفندق، تستلم اللجنة الثانية اللي هي لجنة السكن، يتأكدون من أنه هو استلم غرفته، لجنة المواصلات تكون شغالة 24 ساعة مع الضيوف، الشتل باس يومياً إن شاء الله راح يكون من الفندق إلى الصالة ومن الصالة إلى الفندق، الفعاليات المصاحبة كذلك هناك عندنا لجنة قاعدة تعمل للترتيب لهذه الفعاليات، وما ننسى طبعا لجنة حفل الافتتاح اللي ما شاء الله عليهم شغالين السنة وعدين لنا مفاجآت حلوة. صح، يمكن أحد هذه المفاجآت اللي سمعنا عنها بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح، أكيد كل من ينتظر هذا الأسبوع بشغف كبير، لكن هذه البطولة يمكن راح تكون أحد الأشياء المميزة، تكلمنا أكثر عن هذه البطولة بالتحديد أخي محمد. بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح هي مبادرة قام بها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للوزن المفتوح، يمكن تقام لأول مرة طبعا في البحرين والمنطقة، لأول مرة في العالم ممكن تقدر تقول إن هي لأول مرة تقام. اللي يميز هذه البطولة إن جائزتها تعتبر أغلى جائزة رياضية في التاريخ،
الحزام البطولة يزن 6.2 كيلوغرام ذهب خالص. صحيح. لما بتقارن كأس العالم وهذه الحزام نسبة الذهب اللي موجودة فيها الحزام أكثر من كأس العالم، فهذه ميزة هاي البطولة إن كل المقاتلين المحترفين يبغون يشاركون في هذه البطولة طبعاً على أساس أنه يحصلون بجائزة كبيرة. بالضبط. يعني أخي محمد، إحنا تعودنا في أسبوع بريف الدولي للقتال أن ما تكون البطولة مجرد فايتات وخلاص، يكون أسبوع ترفيهي كامل. نعم. بالنسبة سواء داخل الصالة وحتى الفعاليات المصاحبة بالخارج تستقطب كل فئات المجتمع، المهتمين باللعبات القتالية وأيضاً بقية الأفراد اليون عشان يستمتعون بهذه الفعاليات المصاحبة. صحيح. شنو حضرتوا هذه السنة؟ طبعاً مثل ما تفضلت أخوي، إحنا نحرص عند إقامة هاي البطولة أن ما تكون مجرد بطولة للناس اللي حابين هذه اللعبة، لا، تكون البطولة شاملة لجميع أفراد العائلة، يعني بجانب الحدث الرئيسي اللي عندنا اللي هو الفايتس، عندنا الله يسلمك اللي هي منطقة الإكسبو في خارج الصالة، تحتوي على مطاعم وبعض الكشكات وبعض الفقرات الترفيهية وبعض الخيام اللي عديناها حق للترويج حق. صحيح. بعض المستلزمات الرياضية الخاصة باللعبة واللي يعني مقاربة لها. صحيح. يمكن أخوي محمد، منتخبنا هالسنة بيشارك ب 22 لاعب في فئة الكبار وست لاعبين بفئة الشباب، بالتأكيد رقم كبير، فأكيد طموحات كبيرة بالنسبة للاعبين البحرينيين سواء المشاركين في فئة الكبار وفئة الشباب لحصد الذهب وتحقيق الإنجازات. طبعا ما يخفى عليك أخوي أن اليوم البحرين تحتل المركز الأول عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة. هذا الإنجاز يعتبر الإنجاز الأول في البحرين لأي رياضة، أن البحرين تحتل المركز الأول. فسمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظه وايد يصب اهتمامه في أن البحرين تتم مو بس في رياضة فنون القتال المختلطة، في كل الرياضات أن البحرين تعتلي القمة. يمكن شفنا يوم أمس سمو الشيخ ناصر بن حمد أعلن عن عصر الذهب. صحيح. هذه الإنجاز اللي صار في الفترة اللي طافت، إحنا الحين اليوم نبي نواصل عليه. اليوم البحرين تحتل المركز الأول والبطولة تستضيفها مملكة البحرين، فهذه يعتبر يعني حدث نقدر نعتبره شخصي بالنسبة لنا. صحيح. تحدي خلنا نقول. البحرين اليوم تستضيف بطولة العالم على أرضها، ولازم تحتفل بأن البحرين تظل في صدارة المركز الأول. يعني يمكن البحرين دائما مميزه بحصد الميداليات الذهبيه، لكن خلينا نتكلم بشكل توزيع الفعاليات الرياضيه بين هذا الاسبوع من حيث بطوله العالم للكبار والشباب وايضا بطوله بريف وبطوله كي اتش كي العالميه للوزن المفتوح، شلون راح يكون توزيع جدول الفعاليات؟ طبعا راح يكون انطلاق البطوله حفل الافتتاح ان شاء الله تاريخ 10 يوم الاحد. الاحد. وبعدها مباشره نبدا فعاليات اللي هو اسبوع بريف، تبتدي بطوله العالم للشباب والكبار للهواء، بتمتد إن شاء الله إلى حد يوم الخميس. يوم الخميس راح يكون عندنا نهائي فئة الشباب في بطولة العالم ونصف نهائي فئة العموم. بعدها يوم الجمعة إن شاء الله هو الحدث الأكبر عندنا اللي هو يوم بريف، اللي راح يكون فيه بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح وفعاليات بريف للقتال الشجاع. بعدها إن شاء الله يوم السبت راح يكون عندنا اللي هو اليوم الختامي للفاينلز للعموم وختام الأسبوع إن شاء الله، ومن يوم الأحد راح تودع الفرق مملكة البحرين. وإحنا بالتأكيد واثقين في ظهور البطولة مثل ما كانت في السنوات الماضية، وأفضل دائما راح تكون مميزة. أخوي محمد قنبر رئيس اللجنة التنفيذية لأسبوع بريف الدولي للقتال، شكرا على تواجدك معنا، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا. شكرا أخوي. شكرا لك. كعادتها طبعا البحرين دائما ما تبهر العالم باستضافاتها وتنظيمها لكبرى الفعاليات والبطولات الرياضية. أيام قليلة تفصلنا عن أسبوع بريف الدولي للقتال اللي سبق وتم تنظيمه على أرض مملكتنا في العامين الماضيين. نجاح بريف والتنظيم المميز في آخر نسختين في هذا التقرير مع الزميل عيسى الختال. بريف هي أكبر من مجرد تجمع رياضي، فالبطولة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات استطاعت أن تشق طريقها بنجاح، وتؤكد أنها ماركة بحرينية مسجلة في سماء رياضة فنون القتال المختلطة العالمية. هذه كلمات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن البطولة
التي شهدت نجاحا مذهلا في نسختها الماضية بحضور وتفاعل جماهيري كبير وتنظيم ذو مستوى عال خطف أنظار العالم. الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد القتال الشجاع استطاع أن يجعل من أسبوع بريف الدولي للقتال أسبوعاً مميزاً بعدد من النزالات المثيرة والفعاليات المصاحبة خارج الحلبة. بعد نجاح منقطع النظير في النسختين الماضيتين بإمكاننا القول أن البحرين استطاعت أن تتألق كعادتها في التنظيم وتهيئة الأجواء المناسبة سواء للهواة أو المحترفين، وبالتأكيد عشاق هذه الرياضة سيكونون على موعد مع أسبوع مميز وحافل بمشاركة حوالي 650 رياضيا ورياضية وإداري ومدرب يمثلون 53 دولة من مختلف أنحاء العالم من العاشر وحتى السادس عشر من الشهر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية التي ستكون مسرحا للنزالات المثيرة. نجاح كبير حققه أسبوع بريف الدولي للقتال في النسختين الماضيتين بشهادة الجميع، وأكيد كلنا ثقة بنجاح النسخة الثالثة من البطولة اللي بتشهد تواجد مقاتلين بحرينيين. خلونا الحين نرحب بهذا المقاتلين البحرينيين في هذه البطولة، حمزة الكوهجي وحسين عياد لاعبين محترفين في لعبة MMA. يا هلا مرحبا فيك. أهلا فيك. طبعا حمزة تكلم في البداية عن البطولة الماضية في العام الماضي، يمكن الإصابة منعتك من المشاركة في بطولة بريف في البحرين، يمكن ما تواجدت في العام الماضي لكن كان لك تواجد في العام اللي قبله وكنت في فايت مميز جدا قدرت تفوز فيه، أكيد هذا الشيء راح يعطيك دافع أنك ترجع هذا الموسم في بطولة بريف بصورة أقوى وأقوى. طبعا آخر سنة ما كانت فيني إصابة، بس لعبت قبل المباراة في أبو ظبي قبل حدث بريف اللي في البحرين في أبو ظبي وبعد حدث بريف في جدة، فخذيت شوي نفس بريك خلينا نقول من البحرين، قلت ابغى العب في جده، بغير ابغى اشوف، لان طول عمري ابغى اشوف شلون كانت جده، ما قد رحت جده. فذيك السنه خذيت بريك من البحرين وكان مو بشيء فن، يعني يوم حضرت الفعاليه قلت السنه الجايه لازم العب، لازم اتواجد في البحرين. البحرين اجواء يعني احلى شيء في البحرين صراحه، ما في مكان نفس البحرين. احنا راح نسال حسين عن هذا السؤال. طبعا حسين كنت شاركت في بطولة العالم للهواة ومن بعدها تحولت إلى الاحتراف، وهالمرة راح تشارك في بطولة بريف للمحترفين في البحرين بجمهورك، بالتأكيد راح تكون فعالية كبيرة بالنسبة لك كمقاتل. طبعا الفايت في البحرين بالنسبة لي يكون أهم فايت أسويه طول السنة، يعني في السنة عندي من فايتين لثلاثة، فبالعادة أنهيها في البحرين. ففي البحرين يكون شعور غير بين أهلك بين ناسك، الكل موجود، دعم نحصله من الناس من اسمه الشيخ خالد من مدربين مالنا، هاي الشيء اللي يخليك يعني تكون متحمس عشان تلعب في الإيفنت اللي يكون في البحرين. أكيد طبعاً يمكن حسين قال لي عن دعم سمو الشيخ خالد، حمزة أكيد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة دائماً نشوفه داعم كبير لكل المقاتلين البحرينيين سواء محترفين أو الهواة، دائماً يوقف معاكم يشجعكم قبل الفايت وبعد الفايت، شلون أثر عليكم هذا الدعم كلاعبين؟ أول شيء خل أقول لك مثلاً أول ما بدأت الممي في البحرين قبل خلينا نقول قبل دعم سمو الشيخ خالد يمكن تروح دول عربية برا وألعب كان مستواي كلش فارق، يعني دول عربية ما كان البحرين كانت ولا شيء مستواي ولا شيء. بعد دعم سمو الشيخ خالد قول سنتين ثلاث سنين تمرنت هني رحت الدول العربية البحرين صارت أحسن شيء، يعني شفت مستواي وايد تغير، غير إن الشيخ خالد كله قبل المباريات كله يقول لنا ما في ضغط ما في براشر، لا تحطون بالكم أنا وياكم لازم تفوزون العب على راحتك، ويعاملنا كأخوانا يعني مو إنه يعني يتمرن ويانا يكون ويانا قبل المباريات، هاي شيء وايد يعطينا دافع إنه دائما يكون متواجد، دائما أنا اللي أنزل وزني، هاي أصعب جزء في التحضيرات يكون معاي اللي أنزل وزني، فيخليني ألعب أكثر من 100% يعني في المباريات. هاي شيء وايد شيء وايد حلو انه اكيد يعطيكم دافع كبير. طبعا حسين يمكن سمو الشيخ خالد بن حمد راهن على نجاحك في بطولات المحترفين من خلال البطوله الاولى يوم فزت في بطوله الهواء، شلون شكل لك دعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه من تشجيع وتحفيز في مسيرتك الرياضيه؟ طبعا انا اذكر اول فايت لعبته قبل ما يعني يتكون الفريق، ف
كان موجود انه في القريبين منك يكونوا يشجعونك، بس من بعد ما ابتدينا في الفريق و يعني شلون كان دعمه ويانا، انا ما كنت متوقع انه في شيء انه بيصير هالمستوى اللي وصلناه الحين. فاول ما شاركنا في اللي كان تصفيات قال على طول بطولة عالم، قلت اوه يعني شيء بتكون كبير مو مو شيء صغير. ف من بعد هو اللي قال لنا لازم الحين خلاص تروح محترف، ان احس انك جاهز. فطبعا هاي اعطانا الثقه وكان يعني كان الدعم الاول انه يخليني اثبت نفسي في عالم المحترفين. نعم حمزه، يمكن مثل ما سمعنا انك ريحت فتره الان طويله من اجل استعداد البطوله اللي راح تكون في البحرين، بالتاكيد الان يمكن كان عندك فتره كافيه لدراسه اللاعب اللي راح تلعب معاه، للاستعداد لهذه البطوله، للظهور بالصوره يعني مثل ما نقول المثلى في هذه البطوله. شلون كانت فتره تحضيراتك لنزالك المقبل؟ انا من اخر فايت اللي هو كان في جده نهايه شهر 12 صادتني اصابه، فتقريبا 4 أشهر ما تمرنت او 5 أشهر، بعدين بديت شوي لما رجعت اللياقة وكل شيء. فهالمرة خصمي بيكون قوي، رصيده 13 فوز 3 خسارات ومحترف الجيتسو حزام بني. فتحضيراتي بدأت تقريبا من شهر 7 و8، بديت رحت سافرت برا تعسكرت، رجعت هني تعسكرت، مبتعد عن اهلي مبتعد عن ربعي فترة طويلة. فيعني بارز، انا هالمرة بارز اكثر مرة باذن الله، ان شاء الله يعني ببيض الوي و ان شاء الله اكيد هاي ثقتنا فيكم. طبعا حسين، انت راح تلعب مع اللاعب اللاتيبي ماتياس زاراهوف، شلون راح تكون استعدادك لمواجهه هذا اللاعب في النزال؟ طبعا نفس ما قلت لك في البدايه، فايت يكون في البحرين هو اهم فايت بالنسبه لي، ولازم يعني اظهر بالصوره اللي يعني اللي لازم اكون عليها في البحرين. فطبعا ما في فايت يكون فايت سهل فيه، ف بالاخص هالفايت بيكون اكثر ستاند اب، وهي الشيء انا احبه، واللاعب لاعب يعني لاعب ستاند اب. فبالنسبه لي ان عديت شويه، كان في اختلاف في الاعداد حق هاي الفايت، لانه كان عنده ايده اليسار هي الاقوى من اليمين في العاده، اليمين اقوى، في اليمين اليمين اقوى، بس فهاي كان الشيء الوحيد اللي غيرته في يعني في التمارين. يعني يمكن انتم لما تلعبون مع لاعبين مثل ما قلت لي انك راح تواجه لاعب محترف في الجوجيتسو بصوره اكبر، فلما تواجه لاعب يلعب لعبه مختلفه راح تغير تحضيراتك في الفتره اللي تسبق الفايت؟ اكيد دائما لازم، يعني انت كمحترف غير عن هو، انت محترف لازم من كذي اللعب يصير احلى، انت تشوف خصمك شلون وتسوي له خطه كامله، تقوي الاشياء اللي انت زين فيها وتقوي الاشياء اللي هو زين فيها عشان تتفاداها. بس انا هالمباراه بتكون ثاني مباراه ادشها بدون خطه، انه بادش لان ما حصلت وايد اشياء عن خصمي، ما اعرف هو شنو زين فيه، وكل مباراه يلعب غير. ف بادش نفس المدرب قال بس دش ولعب، تعتمد على نفسك ان شاء الله راح تحسم الفايت ان شاء الله. نعم حسين، يمكن في عالم الهوا كنتوا تلعبون ما راح تلعب، يمكن ما راح تدرينا من الخصم اللي راح يلعب ضدك، لكن الان في عالم الاحتراف انت تدري قبل فتره كافيه من اللاعب اللي بيلعب ضدك، شنو مجال لعبته المفضله مثل ما نقول، شنو رصيده من حالات الفوز والخساره، هذا الشيء يعطيك مثل ما نقول مجال اكبر للتحضير. طبعا هاي يعني مثلا تلعب الاماتشر في الهوات، انت تدش يعني ما تعرف خصمك الا في الكيج، صح. ما تعرف شنو ستايله وش الزين فيه ما تعرفه، بس في عالم الاحتراف طبعا هاي يسهل، وفي نفس الوقت انه يخلي اللاعب يخليك يعني حذر اكثر، يعني من حركات اللي يسويها تشوفها في الفيديو وتشوفها بعدين في الفايتات، شلون كل فايت تطالع فيه يعني تلاحظ انه وش نقاط ضعف خصمك. فهي الشيء طبعا يساعدني ان اعرف خصمي اكثر، بس في نفس الوقت عليك يكون، لانه هو يقدر يشوف، صح، هو بعد عارفك. نعم نعم، يمكن حمزه الفتره اللي تسبق الفايت فتره نزول الوزن بالتحديد هي تكون فتره صعبه بالنسبه حق المقاتل، يكون في حاله تركيز كبير على الفايت اللي راح يكون، يكون ايضا في نفس الوقت حاله تركيز على نزول الوزن، انك توصل للوزن المثالي قبل الفايت. احنا نشوف العاد محمد سعد يصوركم، نشوفكم في حاله صعبه تكونون من التركيز، مدى تاثير هذه الفتره عليكم كلاعبين؟ هو أول كم فايت تكون صعبة، بس أنت قد ما تواصل في مسيرتك تصير أقوى، تتأقلم على الوضع، هي ما تصير سهلة بس يكون شيء تتعود عليه. طبعا أنا وايد أنزل وزن، يعني أنا على وزني لحد الآن
ما شفته حي ينزل كثري، يعني سافرت وايد معسكرات وذي وايد كل من يقول لي انت وايد تنزل وايد ضخم على وزني، فتكون فتره صعبه. ان بس الشيء الزين الحلو في الشيء انه يكون وايد يصيدك، خلينا نقول انه بس تفكر في الوزن كل يوم، تفكر في الوزن تفكر في الوزن وتنسى وانسى عن الفايت. صح. فاول ما اخلص الوزن اكون مرتاح، يعني دائما اذا انزل وايد وزن ادش الفايت وايد مرتاح، ما لان هالايام ما قاعد افكر في خصمي، بس قاعد افكر في وزني في الوزن. طول المعسكر بس قبل ما ارقد افكر في وزني، ما قاعد افكر في خصمي. حسين، يعني هذا الشيء راح ياثر عليك ايضا كلاعبين، انك لما تنزل وزن وايد وتدخل فايت ما تكون مثل ما نقول في كامل جاهزيتك البدنيه، او ما له علاقه بالعكس تكون مثل ما نقول اخف حق الفايت؟ طبعا يعتمد على طريقه التنزيل. احنا عندنا ما شاء الله عليه ابو سعد يعني اول باول، ف بيعتمد على طريقه التنزيل، لان تنزيل الوزن كان غلط اكيد بياثر عليك على الفايت، بس لان ما كان لان كان تنزيلك صح تمشي الفايت واحسن ما يكون، بالعكس الدش ويكون الباور مالك يكون اكثر ونفس ما تقول احنا عندنا فايتين، الفايت الاولي اللي هو تنزيل الوزن بينك وبين نفسك، ايوه بالضبط، تخلص منه عندك بعدين الفايت الثاني. نعم حمزه، يمكن الاشياء المميزه في بطوله بريف اللي شفناها في السنتين اللي فاتوا ان الجمهور البحريني كان يحضر بقوه، يشجع كل اللاعبين البحرينيين. انتم كلاعبين يعني غير انك تلعب في ديرتك انك تلعب وسط هالجمهور الكبير، هذا الشيء يعطيك حافز في الفايت اكيد. يعني وايد ناس يقولون لك اللي تلعب في ديرتك وجمهورك بتتوتر اكثر، انا بالعكس اكون وايد مرتاح، هاي شيء غريب حسيته في روحي، يعني دائما اللي العب في البحرين خاصه اول ما ادش ملعب وشو وايد ناس اعرفهم وايد اهل، خلاص اكون مرتاح ادش العب على راحتي، اي شيء تسوي جمهوري صارخ، اي شيء ذاك يسوي الجمهور يكون ساكت، فشيء وايد ما في شيء احلى من تلعب في البحرين بين ربعك. حسين، يمكن نفس السؤال انك تلعب المباريات امام الجمهور البحريني وسط هاي التشجيع الكبير اللي يكون لكل اللاعبين البحرينيين في كل الفئات، شنو يشكل لك هذا الشيء من دافع في الفايت؟ طبعا نفس ما قلت لك اول شيء عن افضل فايت يكون عندي طول السنه يكون الفايت في البحرين، وهاي السبب ان تكون بين اهلك. طبعا هو في الضغط، بس انت عليك شلون تستعمل هاي الضغط، تستعمله الك لو ضدك، فيعني الزين فينا ان احنا نستعمل الشيء الى مصلحتك، ان تخليه يدفعك اكثر عشان ان تفوز وتفرح الجماهير اللي جايين يدعمونك. ان شاء الله احنا نتمنى نستضيفكم بعد بطوله بريف وانتم فايزين فايتاتكم ان شاء الله. ان شاء الله. حمزه الكهوجي، شكرا لك على تواجدك معنا. لك. حسين عياد، شكرا لك على تواجدك معنا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم ايضا مشاهدينا، الان ناخذ فاصل قصير ونرجع بعدها لاستكمال حوارنا. تمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في رياضة فنون القتال المختلطة انعكس على الجانب الاقتصادي والسياحي في المملكة، مما جعل البحرين أرضية خصبة في احتضان الكثير من الفعاليات الرياضية. نتعرف أكثر على اهتمام سموه بأسبوع بريف الدولي للقتال مع الزميل محمد العالي. جهود كبيرة في فترة قصيرة تحول فيه الحلم إلى حقيقة من خلال رؤية رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عبر أسبوع بريف الدولي للقتال في المملكة، والذي انعكس بشكل واضح على تعزيز مكانة البحرين كدولة تمتلك القدرات والكفاءات العالية لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة. لأسبوع بريف أثر إيجابي من كافة النواحي،
ومن بينها الجانب السياحي في المملكة الذي ينتعش طوال أيام البطولة. ما تحقق من نجاح منذ تأسيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة جاء بفضل دعم ورعاية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي ترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للنهوض بالرياضة وجعل البحرين مقصدا عالميا لاحتضان مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية القارية والدولية والارتقاء بالألعاب القتالية بمملكة البحرين. بريف بطولة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات استطاعت بفضل من سموه أن تحقق نجاحا كبيرا في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، فقد استطاعت البطولة أن تحقق أهدافا كثيرة. من أبرز تلك الأهداف تعريف العالم بمملكة البحرين كدولة ذات منجزات حضارية ورياضية، كما ساهمت أيضا في تعزيز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الرياضة البحرينية على الساحة الرياضية الدولية. تتضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال اللي يقام للمرة الثالثة على أرض المملكة إقامة بطولة العالم السادسة للهواة لفنون القتال المختلطة لفئة الكبار وفئة الشباب كذلك في نسختها الثانية، وستشارك البحرين في تلك البطولة ب6 لاعبين. يسعدنا نرحب ب2 من هؤلاء المقاتلين في هذه البطولة، اللاعب عبد الرحمن عيسى. يا هلا مرحبا فيك. يا هلا مرحبا. اللاعب عيسى العميرة حياك الله معنا. كابتن عبد الرحمن، يمكن أنت مو أول مرة تشارك في بطولة العالم، شاركت في العام الماضي لكن هالمرة أكيد تسعى إلى ظهور أفضل. شلون هي تحضيراتك للمشاركة في بطولة العالم للهواء؟ والله التحضيرات الحمد لله كانت على يعني أحسن استعداد، وكانت من فترة طويلة، ولي الحين الحمد لله خلصنا كل الاستعداد وباقي الفايت بإذن الله. شلون كان توجهك للعبة الأمام إيه؟ خلينا نتكلم من البداية. والله في البداية ما كنت عارف شنو هي، يعني ما ريش السؤال، فأول ما دشيت ما ريش شنو ذي اللعبة بالضبط، يعني كان عبوي اللعبة ثانية يعني ذي، وكنت أبي بس أي شيء في من القتال يعني، والحمد لله يعني توفقت واستمريت. كابتن عيسى، خلنا نتكلم عن دخولك لعالم الأمام أي، شو اللي خلاك تتوجه لهذه اللعبة؟ والله أول شيء يعني من يوم كنت صغير أنا أحب المصارعة WWE المعروفة، ويعني أول شيء كان أخوي يعني اللي أكبر مني جاسم هو اللي قال لي إنه شيك نادي، قال لي عن إنه زين وكذي أكو مال هواش كذي، حبيت إنه شيك الفرصة ذي أشارك وياه. رحت والله من أول ما دشيت النادي عجبني العالم، يعني الجو أشوف تدريب جوجيتسو ومصارعة، وقلت لها هي عالم ثاني كلش يعني غير اللي شيكته في كرة القدم وكذي، لأن أنا أحب يعني عندي هواية ثانية، بس يعني إنه مو بلاعب ممتاز بس إنه مشاهد حق كرة القدم. وشلون تأهلت إلى بطولة العالم هالمرة؟ التأهل يكون يعني مشاركات عديدة مثل البطولات يعني اللي دشيتها من قبل، وبعدين يصير طبعاً المدربين واللجنة يعني أعضاء الفريق هم اللي يقررون ويشوفونك أنت تتمرن وأنت تتدرب
فهما يعني يقول لك ان انت بتجهز حق 66. جميل كابتن عبد الرحمن، يمكن من بعد مشاركتك في العام الماضي لهذه البطوله اللي راح تقام الاسبوع المقبل، شلون تشوف مستواك من حيث التطور من خلال هذه السنه اللي تمرنت فيها من اجل السنه القادمه؟ العام كانت يعني وصلت لدور الثمانية وما توفقت اني اكمل الحمد لله، بس هالسنة باذن الله بشوف روحي يعني من الاوائل، يعني طورت في الاشياء اللي خسرت بسبات، وان شاء الله هالمرة اكون من الاوائل. يعني حسيت انك اكتسبت خبرة كبيرة من خلال هذه السنة بعد مشاركتك بطولة العالم؟ اكيد، يعني هي مو بشيء صغير يعني مشارك فيه، من الدش فايت تعرف اشياء وايد عنك يعني، ويكشف لك أماكن وايد أنت كنت ضعيف فيها. صح. طبعاً كابتن عيسى، خلنا نتكلم عن مشاركتك في بطولات العالم اللي راح تكون في البحرين. يعني لك أن تكون بطولة العالم في البحرين عندك بين أرضك بين جماهيرك، شو يعني لك من الدافع من قبل دخولك هذه البطولة؟ والله هذا يعني لي شيء وايد كبير الصراحة، يعني لأن خصوصاً هي أول مشاركة لي في بطولات العالم اللي بتكون في البحرين، وفوق ذي كله في ديرتي بين أهلي وناسي وجموري. يعني راح يعني ان شاء الله نبذل كل جهدنا عشان نطلع في اجمل صوره. يعني ممكن اللاعبين الباقي اللي شاركوا من قبل في بطولات العالم اللي كانت في البحرين اكيد اعطوك بعض الخبرات، شلون راح تكون؟ اي نعم اكيد، كل واحد يكمل الثاني، كل واحد يساعد الثاني من الاجواء، من تقريبا يعني اللي الكوتش اللي علمك الخطه وكذي هاللون، كل واحد يفيد الثاني، نشيل بعض قبل ما نقدر. أخوي عبد الرحمن، يمكن من خلال الفترة الماضية أكيد خليت جدول إعداد وجدول تدريب مكثف من أجل هذه البطولة، شلون كان هذا الجدول وشلون كان تحضيرك من أجل المشاركة فيها؟ أول شيء أول ما ابتدينا يعني ابتدينا التمرين خفيف بس في الليل بس، وبعدين الشهر الثاني ابتدينا صبح وليل، والصبح مثلا يكون تقوية وتمارين لياقة وكذي، وفي الليل اللي هو تمارين الأمامية. اما اللي هو اخر شهر لا خلاص تركيز على اللعب الامامي والخطط في اللعب، اللي هو صبح وليل ويكون كله بو امامي وخلاص في معسكر مغلق وما في شيء غير يعني. صحيح. كابتن عيسى، شلون كان جدول الاعداد لبطولات العالم؟ والله جدول الاعداد كان تقريبا نفس ما قال اخوي عبد الرحمن، يعني برنامج صبح وليل وتمرين، وحاولنا نركز اكثر على المصارعه هالمره، و راح ان شاء الله يعني نطلع في مستوى جديد حق الجمهور، والامكانيات كلها متجهه ان احنا يعني ان شاء الله الاول ان شاء الله البحرين، وكل الامكانيات متوافره والحمد لله، يعني ليش لا؟ اكيد هاي العشم فيكم. كابتن عبد الرحمن، اكيد في صعوبات خلال مشوار الاعداد، شنو ابرز الاشياء اللي مثل ما نقول تعكر عليك جدول الاعداد؟ في هذه صعوبات كانت عندك؟ والله والحمد لله يعني كل شيء متوفر، الاعداد على احسن ما يكون، بس ساعات يعني تمارين شاقة وذي وتحتاج راحة، وبس يوم يومين وترجع روحك طبيعي وترجع، يعني صعوبات وايد ما في. وأزيد شيء يعني قوله قابلي حمزة اللي هو صح. الوزن يعني الأكل. صح، والأكل كلمني عن الأكل عيسى، دوم قلت الأكل أبرز. هذه الأكل يعني الصراحة أول شيء أحب أشكر الدكتور عبد الله الجودر وأخصائي التغذية مساعد، نعم يعني هما الصراحة يتعبون ويانا وايد، يعني فيها أبسط الأشياء يعني في الكتميل هذا اللي يصيرنا آخر الأسبوع، إن كل واحد يبي يروح يأكل وأوزاننا ما تسمح، فيعني هاي شيء صعب يكون علينا، فكل واحد يفكر إنه ينزل وزنه عشان توصل وزن. إيه. يعني يمكن خلنا نتكلم عن اللاعب اللي راح تواجهه في البطولة، يمكن كنا نتكلم مع حمزة وحسين عياد، المحترفين يعرفون اللاعبين اللي بيلعبونهم قبل فترة طويلة ويعرفون مسيراتهم، بالنسبة لكم يمكن القرعة تضعكم أمام أي لاعب، تتأهل تلعب ضد لاعب مختلف، فايتات كثيرة في فترة قصيرة، هاي الشيء يمكن يخلي عالم الهواء أصعب نوعا ما. يعني تقدر تقول أن أنت دوش يعني مو تدري، بس تلعب بدون خطة، تلعب على اللي عندك والعب من الله التوفيق يعني. وقد ما تقدر يعني تحافظ يعني تقوي نفسك في كل شيء، لان خصمك ما بتعرف اللي بتواجهه اذا كان يلعب تحت ولا سواء كان فوق سترايكنج، فانت قد ما تقدر لازم تكون جاهز، علشان يعني سواء كان لعبك فوق او تحت انت ما عندك اي مشكله. صح. ولما تلعب فايت في كل يوم خلينا نقول، او مثلا احيانا يكون فايتين في يوم واحد، هذا الشيء راح يشكل لكم تعب اضافي بالنسبه لكم كلاعبين؟ اي اكيد لازم في تعب اضافي، لان خصوصا مثلا تخلص فايت لازم تنزل وزنك مره ثانيه، شوف كم ارتفع وزنك حق الفايت اللي عقبه، فيعني هاي شيء متعب اكيد يعني.
يعني يمكن هني الدور الكبير يكون على الريكفري، فاكيد الاستشفاء يكون عندكم مثل ما نقول شغال طول، ولازم نحافظ على الوزن لان اذا غلبت اليوم باكر بعد بتوزن الصبح وبعدين بتلعب، يعني نخلص الفايت تخيل انه يعني ما تقدر تاكل على راحتك، شيء بروتين بسيط بس قطعه وتم صايم بس لليوم الثاني، لليوم الثاني عشان وزنك ما يرتفع، ما يحس اللاعب بالتعب نظرا انك قلت الاكل يعني بين فايت لا وفايت. والله هو تحس بتعب بسيط بس، لكن من انت تلود يعني ان احنا نقول مثلا لودنج حقنا من تاكل تخلص من الميزان بس يرجع الباور الحمد لله الطاقه ترجع. تمام الحمد لله. خلينا نتكلم مع عبد الرحمن عن طموحك في عالم الام ام اي. والله اول شيء ابي اسويه اني اصير أجيب يعني أجيب ذهبيات العالم في الهواء، وبعدين بإذن الله أتجه حق الاحتراف ولأعلى مستوى إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن عيسى طموحك في عالم الأمامي؟ والله طموحي في عالم الأمامي الصراحة أنه يعني أوصل في أعلى البطولات، أنه أشارك في بطولات أكبر من الهواء وأدش عالم الاحتراف، وهذا شيء طبيعي وأساسي، يعني أكيد أني أحب ألعب باسم البحرين وديرتي يعني اللي أعطتني شيء كبير وأرفع اسم عائلتي والشباب كلهم رهبة إن شاء الله. يمكن عبد الرحمن أسألكم سؤال بعد إضافي، دعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لكم كمقاتلين بحرينيين، إحنا من خلال ملاحظاتنا للبطولات اللي صارت في البحرين يوقف مع كل لاعب بحريني في كل فايت يدخل معه الكيج ويطلع، شلون شكل لكم هذا الدعم؟ إيه طبعا هاي الدعم يعني الحمد لله دعم لا محدود، و من كل النواحي يعني معنويا وماديا وكل شيء، يعني كفاية بس ان ولد الملك وياك في الكورنر، يعني هاي بس بروحه اكبر دعم، حس يعني الكل واقف معك اكيد سبورت عود يعني. نعم. كابتن عيسى شلون شكل لك دعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كدافع في دخولك الفايت؟ والله يعني الصراحة هذا احنا نشوف الصراحة والله العظيم من يكون يانا من يدش إنه وإحنا نسخن قبل ندش الفايت يعطيك دافع غير طبيعي، يعني إنه تشوف إنه يعني سمو الشيخ خالد يعني الغائد العود يعني اللي نتعلم منه كل شيء، ويعني ساعات بعض الأحيان أنا أمر في لحظات أقول يعني إنه ليش ما يصير كذي ليش ما يصير كذي، دائما مع الأيام أكتشف إنه يعني اللي قرارات اللي أخذها يعني بشأننا إحنا وبالفريق لا يعني تطلع هي الأحسن وهي الأفضل، تصدمك يعني هذه الأشياء ما تيلا من الغار الكبار يعني صح ومن الخبرة الكبيرة. نعم يعني. يعطيك ألف عافية عيسى العميرة، شكرا على تواجدك معنا أتمنى لك كل التوفيق. شكرا كابتن عبد الرحمن عيسى، شكرا لك على تواجدك معنا أتمنى لك كذلك كل التوفيق. شكرا لك. طبعا مشاهدينا بما أن احنا في أجواء فنون القتال سمعتوا أكيد عن لعبة الملاكمة وأكيد سمعتوا بعد عن لعبة الشطرنج، بس ما أدري إذا سمعتوا عن لعبة الملاكمة والشطرنج مع بعض دمجهم في لعبة واحدة أكيد شيء غريب، لأن الأولى تعتمد على العنف والقوة الجسدية، أما الثانية تعتمد على الهدوء والتفكير العميق. خلونا نشوف مع الزميل علي رحمة من جديد فقرة سمعت عنه. كثيرة هي الرياضات حول العالم ولكل منا رياضاته المفضلة التي يمارسها والتي يتابعها مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة المضرب وغيرها من الألعاب، لكن هناك عدة رياضات غريبة لم تسمع عنها ولم تتعرف عليها من قبل، وهذا ما سنستعرضه لكم في سلسلتنا المستمرة لعدة حلقات عن أغرب الرياضات حول العالم. وبذلك نبدأ حلقتنا اليوم بأول رياضة غريبة وهي ملاكمة الشطرنج. قد يستغرب الكثيرون عند سماع لعبتين دمجما في رياضة واحدة، حيث تعد هذه الرياضة من الرياضات التي يشترك فيها العقل والجسم معا. يقسم النزال إلى 11 جولة، 6 جولات من الشطرنج و5 جولات من الملاكمة، وكل جولة من الملاكمة تنتهي بجولة من الشطرنج، وكل جولة تدوم نحو 3 دقائق، والفائز هو من يتقلب على خصمه في إحدى اللعبتين. ولدت هذه الرياضة في ألمانيا، وهي مقتبسة من كتاب خيالي الذي مزج بين الملاكمة والشطرنج في قصة خيالية، تحول الكتاب إلى رياضة تمارس في الواقع. ونظمت أول بطولة لرياضة الشطرنج الملاكمة في عام 2003 استضافتها برلين، وفي العام نفسه أقيمت بطولة العالم
في مدينة أمستردام الهولندية، وبعد سنتين فقط من البطولة العالمية نظمت أول بطولة على الصعيد الأوروبي، حتى بدأت هذه الرياضة تكتسب شهرة كبيرة. ليس من السهل ممارسة هذه اللعبة لصعوبة تلك الرياضة، خصوصا أن معدل التركيز ينخفض بشكل كبير بعد تلقي عدد من الضربات على الرأس أثناء الملاكمة. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الملعب، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، مع السلامة.